محاضرة رقم 10 chapter 6 information for healthcare products، معلومات عن منتجات الرعاية الصحية. medical devices incorporation أو incorporating wireless technology post three challenging questions، منتجات الطبية أو الأجهزة الطبية اللي لها تقنية لاسلكية ليها 3 أسئلة عايزين نتغلى يعني نتعرف عليهم. أول سؤال بيقول لي هل تتوافق مع الاستعمال مع الاستخدامات الأخرى للطيف؟ احنا قلنا إنه المفروض إنه السبيكترمز اللي هتبقى لأشياء كتيرة المفروض إن ما يحصلش انترفيرنس بينها وبين بعضها، فده أول سؤال. السؤال الثاني بيقول لي هل هي آمنة and effective، هل هي آمنة وفعالة for the patient، بالنسبة للمريض؟ السؤال الثالث بيقول لي who should bear their ultimate cost، مين اللي هيتحمل التكلفة بتاعتها؟ في الولايات المتحدة في 3 وكالات اتحادية، وهي لجنة الاتصالات الفيدرالية اللي هي قلنا قبل كده الـ FCC، وإدارة الغذاء والدواء اللي هي FDA، ومراكز الرعاية الطبية والخدمات للرعاية الطبية اللي هي CMS. اللجان الثلاثة دول مكلفين ان هم يجاوبوا على الأسئلة دي وان هم يلعبوا دور فعال في تنظيم سوق الأجهزة الطبية. معظم الأجهزة اللي بيتم تسويقها في جميع أنحاء العالم لديها FCC. الـ FCC اللي هي زي ما اتفقنا من شوية لجنة الاتصالات الفيدرالية متحكمة في الموضوع بتاع الطيف بتاعها والشغل بتاعها، ولها برضو شهادة FDA من إدارة الغذاء والدواء. لمساعدة الشركات المصنعة من خلال عملية ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بتقوم إدارة الأغذية والأدوية بتقييم الاعتبارات الخمسة التالية للأجهزة الطبية التي تتضمن تقنيات RF اللي ليها راديو فريكوانسي أو بتشتغل في الترددات الراديو. أول واحد فيهم هو اختيار وأداء التكنولوجيا اللاسلكية، تاني حاجة جودة الخدمة اللاسلكية، رابع تالت حاجة التعايش اللاسلكي، أمن الإشارات والبيانات اللاسلكية، EMC للتكنولوجيا اللاسلكية. وطبعا الـ EMC احنا اتكلمنا عنها قبل كده كتير، اللي هي الـ Emergency Medical Service أو خدمات الرعاية الطبية العاجلة. Selection and performance of wireless technology، اختيار وأداء التكنولوجيا اللاسلكية. medical devices wireless technology and capabilities should be appropriately matched to the advices functions and intended uses. إنه الأجهزة اللاسلكية أو التكنولوجيا الخاصة بالأجهزة اللاسلكية الطبية لازم تكون متوافقة بشكل مناسب مع وظائف الأجهزة دي واستخداماتها، بالإضافة لازم يراعى المشكلات المتعلقة أو المتعلقة بسلامة البيانات المنقولة لاسلكيا، بما في ذلك وقت الاستجابة، الإنتاجية، الكشف أو التحري، التصحيح، مكافحة الفساد، الوقاية، الكلام ده كله دي متطلبات متعلقة بسلامة الجهاز. تتضمن بقى المخاطر المحتملة اللي ممكن تؤثر على وظائف الأجهزة اللاسلكية الطبية اللي بنقول عليها المتوافقة وفي الوقت المناسب، تلف البيانات وفقدانها، والتداخل من أجهزة الإرسال المتوافقة في موقع معين. تعتبر المعلمات أو المرمزات مثل معدل الخطأ في البت أو فقدان الرزم أو نسبة الإشارة إلى الضوضاء المفيدة في تقييم وضمان سلامة البيانات وتوقيت إرسال هذه البيانات. يصرح للعديد من الأجهزة الطبية
انها تعمل كأجهزة، يعني ممكن نقول ايه، مش واخدة ترخيص او غير مرخصة بموجب الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية اللي هي الـ FCC في نطاق التردد او الترددات الصناعية والعلمية والطبية، لتقليل تأثيرات التداخل التي قد تؤدي إلى أخطاء في البيانات أو تلف، أيضا للمساعدة في الحماية للأجهزة الطبية الأخرى في المنطقة المجاورة. توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن يحدد مصنعي الأجهزة الطبية اللاسلكية مخرجات الترددات اللاسلكية لأجهزتهم إلى أقل طاقة في حدود الضروري، يعني لإنجاز الوظائف بشكل موثوق به أو بشكل فعال. When choosing a wireless frequency band، لما نيجي نختار نقول النطاق بتاع الترددات اللاسلكية or commercial wireless radio component أو مكونات ل اللاسلكية، مكونات لاسلكية بتستخدم ترددات الراديو بشكل تجاري، بتوصي إدارة الأغذية والأدوية اللي هي الـ FDA، الشركات اللي هتصنع الكلام ده هو، بأنها تراعي الآتي: أول حاجة التوافر الدولي وتخصيص النطاق بتاعها، يعني مثلاً توصيات لقطاع الاتصالات الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية أو اللاسلكية وللأجهزة الطبية، لأن الأجهزة الطبية طبعا بتخدم المرضى الموجودين في عدة مواقع جغرافية، فممكن المرضى يغيروا مواقعهم الجغرافية دي. برضو إذا كان الجهاز بيحتاج إلى تصنيف خدمة راديو أساسية أو ثانوية، يعني كيفية المستخدمين الحاليين إن هم النطاقات المحددة بتاعتهم والمجاورة التأثير على تشغيل الجهاز الطبي، ما يبقاش فيه انترفير بينهم وبين بعض. بعد كده التقنيات اللي بتستخدم للتخفيف من التداخل ده في نطاقات التردد اللاسلكي المشترك اللي هي ترددات الراديو زي ما اتفقنا، للأجهزة الطبية القابلة للزرع اللي بيرتديها الجسم، وخصائص انتشار الأنسجة ومعدلات امتصاص محددة. بموجب لائحة نظام الجودة اللي هي الخاصة بالـ FDA، يجب وضع ضوابط للأجهزة الطبية اللاسلكية ومكوناتها علشان نضمن توافق الأجهزة ومكوناتها مع متطلبات التصميم المحدد اللي معمول، ودي بتبقى متعلقة بالاعتبارات اللاسلكية للترددات. Wireless Quality of Service، جودة الخدمة اللاسلكية، وال Quality of Service بيرمز بيها أو بيرمز ليها بالرمز QoS. Wireless Quality of Service اللي هو جودة الخدمة اللاسلكية refers to the level of service، بتشير إلى مستوى الخدمة والأداء اللازمين للوظائف اللاسلكية للجهاز الطبي. connection lost without warning، يمكن أن تؤدي الاتصالات المفقودة دي دون سابق إنذار إلى الفشل في إنشاء الاتصالات أو تدهور الخدمة، ممكن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الأجهزة الطبية، مما يعرض نقل الإنذارات ذات الأولوية العالية والبيانات الحساسة للوقت والتحكم في الوقت الفعلي للأجهزة للخطر، and a real وريال تايم كنترول اوف ديفايسز. لازم تكون الوقت المحدد اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده او الوقت الفعلي لازم يكون دقيق جدا علشان نحافظ بيه على سلامة العمل بتاع المنتج بتاعنا. عند تقييم جودة الخدمة للـ QoS اللازمة، يجب على الشركات المصنعة مراعاة وقت الاستجابة المقبول
لفقدان المعلومات داخل الشبكة، وإزاي ممكن الوصول إليها وللإشارة. Wireless coexistence اللي هو التعايش اللاسلكي بيقول لي إنه يجب أن يؤخذ اختيار التردد والتشكيل في الاعتبار بالنسبة للتقنيات اللاسلكية والمستخدمين الذين يمكن توقعهم بالقرب من نظام الجهاز الطبي اللاسلكي، لأنه يمكن أن تشكل هذه الأنظمة اللاسلكية الأخرى مخاطر. المخاطر دي ممكن تأثر لي على الإشارة بالفقدان أو بالتأجيل اللي المفروض إنها تتبعت في وقت محدد، فيجب إنها تراعى العملية دهيا في إدارة المخاطر. توصي إدارة لجنة الغذاء والدواء الأمريكية اللي هي الـ FDA بأن يعالج المصنعون المواصفات والاحتياجات البيئية للجهاز بما في ذلك. أول حاجة الـ Associated sources of EMED expected in specific known use environments اللي هي المصادر المرتبطة بالـ EMED المتوقعة في بيئات استخدام معروفة. الحاجة التانية الكود شانل اند ادجاكنت شانل انترفيرنس، التداخل اللي ممكن يحصل بين القناة المشتركة والقناة تكون متاخمة او في الجوار يعني من الأجهزة الطبية والمستخدمين الآخرين لنطاق التردد اللاسلكي. إذا كان من المتوقع استخدام جهاز طبي لاسلكي بالقرب من المستخدمين الآخرين بنفس التردد، طبعا هيحصل انترفيرنس. ففي الحالة دي بتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اللي هي الـ FDA بمعالجة خطر التداخل الانترفيرنس ده من خلال اختبار التعايش بين النظام اللاسلكي للجهاز في وجود عدد من المصادر موجودين داخل النطاق نفسه، داخل اللي احنا بنقول يعني في الجوار يكونوا موجودين ويتم تجربتهم طبعا، حتى بما في ذلك المواقف مثل جلوس المرضى بجوار بعضهم البعض او في غرفة انتظار او يعني الاحوال اللي زي كده. Security of wireless signals and data، أمن الإشارات والبيانات اللاسلكية. FDA بتوصي اللي هي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن تستخدم الأجهزة الطبية اللاسلكية، تستخدم الحماية اللاسلكية على سبيل المثال، مثلا التشفير اللاسلكي، ضوابط الوصول للبيانات، سرية المفاتيح، عند مستوى مناسب للمخاطر اللي بيمثلها الجهاز الطبي والبيئة اللي هو بيستخدم فيها ونوعية واحتمال المخاطر اللي ممكن يتعرض لها. كمان المخاطر المحتملة للمرضى من خرق أمني، من أي خرق أمني ممكن يكون موجود. توصي أيضا الـ FDA بمراعاة العوامل التالية أثناء تصميم الجهاز وتطويره. أول حاجة Protection against unauthorized wireless access to device data and control، اللي هي الحماية من الوصول لسلك غير المصلح به إلى بيانات الجهاز والتحكم فيه، بما في ذلك استخدامات البروتوكولات اللي بتحافظ على الأمان للاتصالات مع تجنب أوجه التقصير أو يعني المعروفة بالنسبة للبروتوكولات القديمة. تاني حاجة السوفت وير بروتكشن، حماية السوفت وير اللي بيتحكم في نقل البيانات، والحماية كمان ضد الوصول غير المصرح به. يجب أن تأخذ إدارة اللي هي سكيورتي مانجمنت، يجب أن تأخذ إدارة الأمن في الاعتبار أيضا إنه في بعض التقنيات اللاسلكية بتجري اتصالات تلقائية لتجميع الشبكة واستخدامها بسرعة، زي مثلا في حاجات متاحة زي اتصالات البلوتوث مثلا بالنسبة لأنواع معينة من الأجهزة الطبية اللاسلكية. يمكن للأنواع دي وضع الاكتشاف أن يثير مخاوف تتعلق بالسلامة، على سبيل المثال حيث قد تسمح الاتصالات التلقائية بالتحكم عن بعد غير مقصود
في الجهاز الطبي. EMC Electromagnetic Compatibility of the Wireless Technology، التوافق الكهرومغناطيسي لتقنية الشبكة اللاسلكية. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتوصي بأنه يكون التوافق الكهرومغناطيسي اللي هو الـ EMC جزء من التطوير والتصميم والاختبار والأداء للأجهزة الطبية اللاسلكية، بما في ذلك النظر في المعايير ولوائح الاتصالات وإمكانية انبعاثات الأجهزة اللي هي الراديو فريكوانسيز اللي ممكن تصدر عنها، التي قد تسبب EMI مع المعدات الأخرى. يجب أن تتضمن أنشطة إدارة المخاطر، استخدام تحليل المخاطر دي عشان تحديد المشكلات اللي ممكن تكون مرتبطة بالتوافق بين الأجهزة اللي بتتعمل، وزي ما قلنا الأجهزة اللي ممكن تكون في أماكن مجاورة، ودي اللي بنقول عليها التوافق الكهرومغناطيسي، وتحديد المعايير المقبولة أو معايير قبول المخاطر، يعني استنادا إلى المعلومات اللي بتبقى حول الجهاز والاستخدام بتاعه، بما في ذلك طبعا إن احنا ممكن نسيء أحيانا استخدامه، دي شيء يعني ممكن نتوقعه، زي مثلا أجهزة الإرسال اللي بتستخدم الـ RF اللي هي الراديو فريكوانسي، وأجهزة اللاسلكي والترددات اللاسلكية اللي ممكن تكون على الكمبيوتر، واحتمال تأثير انبعاثات ترددات أخرى من أجهزة، ترددات اللاسلكية طبعا من أجهزة أخرى أو على أجهزة أخرى. كمان يجب أنه يشتمل اختبار التوافق الكهرومغناطيسي على اختبارات تركز على الوظائف والتقنيات اللاسلكية للأجهزة بتاعتنا. بعض المعايير بنقول عليها معايير الإجماع، زي معايير الإجماع المعترف بها من قبل إدارة الأغذية والعقاقير. المعدات الكهربائية الطبية فيها ليها بند معين كده، اللي هي المتطلبات العامة للسلامة والأداء، والضمان طبعا. التوافق الكهرومغناطيسي للمتطلبات والاختبارات تحتوي على إعفاء من أحكام الحصانة الكهرومغناطيسية، في حاجة بيسموها نطاق التمرير، حيث يعمل جهاز الاستقبال أو المرسل اللاسلكي للجهاز الطبي وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية. لا تتناول المعايير دي بشكل كافي ما إذا كانت الاتصالات اللاسلكية هتشتغل بشكل صحيح في وجود توافق، في وجود EMD داخل النطاق. على سبيل المثال احنا قلناها قبل كده، انبعاثات الترددات اللاسلكية الأخرى التي تتداخل مع نطاق التردد الذي تستخدمه للإشارات اللاسلكية للجهاز الطبي اللي موجود، مع طبعا أي إشارات مجاورة أو في مناطق مجاورة. لذلك يجب أن يكون الاتصال اللاسلكي للجهاز الطبي في حالة إرسال نشط أثناء اختبار الحساسية من خلال أو خلال جميع اختبارات المناعة.